اخر السعوديين الاولى لو السعوديين الاخيره قصدك؟ السعوديين ادري كذا السعوديين وراء السعوديين السعوديين قصدك؟ حاليا احنا بمنطقة حي عدن ما في الا شغلات قليلة ان شاء الله نزف البشرى للشعب العراقي ودولة رئيس الوزراء نقول له معنوياتنا عالية الحمد لله احنا جهاز تابع الارهاب فوز الرسل احنا اهل الارض ان شاء الله الايام القليلة ونوجه دعوات لاهالي الموصل نقول لهم ان شاء الله الفرج قليل قريب العفو الفرج قريب وان شاء الله والحمد لله والشكر على رسالتك لاهل الموصل اللي حاليا والله نقول لهم ان شاء الله ايام قليله
ايام قليله ونزف البشره لاهل الموصل. وهاي المقاتلين مثل ما تشوف مقاومتهم عاد نقدر نتقدم وحظايا راجعين الحمد لله وشكر الله وفقنا بهاي العمليه ونشكر كل من دعمنا وشكرا لكم. شي شي رجع شويه حيلك 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 متعود انا يحضرك انت يسار اطلع بعد اخذ البيت ونعمر اخذ البيت ونعمر بس دير بالكم هذا المفخخ دير بالكم هذا المفخخ مرات Thank you.
دم. أنا في بوتي اليوم. ليش ما أخذ فيه؟ قبل سنة ما أخذ فيه. Come on.
مال هاي السيارة. شو تحرك؟ صاريه
وغير حظائر طب البيوت سيدي. وبعدين الفواحد تسمعني الفواحد Thank you.
يفتح بيت على بيت يتنقل به شرد من ابطال الجيش العراقي على مود يهرب من ابطال جيش الارهاب. يوم يفتحون بيت على بيت دولة جردان الدواعش شردوا من عندنا مثل الجردان.